الديربي اللي تحدثت عليه، انا نقول الاستقرار لا استقرار على مستوى اداره ربما اتحاد العاصمه في وقت سابق وايضا مولوديه الجزائر، واللي ترك ربما الجمهور ينفر من مشاهده المباريات لانه ما كانش راضي اصلا على التسيير في الادارات السابقه بالنسبه لاتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر. ولكن نامل في قادم المباريات والديربيات ان يعود الجمهور، لانه هو اللاعب رقم 12، هو نكهه الجمهور الديربيات، خاصه بصناعه التيفوهات العالميه اللي تجذب اليها جوستومون تيفوات يجي في دون كغون ستاد كيما سان جوي، ماشي في بولوغين، ماشي في الفاود، ماشي في ستاد صغير. من العيب اليوم حتى حنا لي ديريجون تاعنا جوست على جال المكاسب الرياضيه قاعد نلعب في دون ستاد صغير. انا بور ما المباريات الكبيره يعني الستاد بها واجهه كره القدم الجزائريه تلعب في خمسه ديال سي ار بي، مودي النهد، سياسي الموك، سياسي الموك، كاين ديربيات سطيف مع سطيف مع لانسيو، يعني هذه لي زافيش، يعني سي لي زافيش دو جور لازم يتلعبوا في ملاعب كبيره وتسوقهم، يعني سي فيني باش يطوروا كره القدم يعني في السانتيتيك في ملاعب صغيره يعني مع اور نور ماشي طبيعي. بروف اليوم كان عندنا سيتيمون، عندنا ملف ولا قضيه نتكلموا عليها على الملاعب الافريقيه. صح. شوف البعد الاتجاه تاع فيفا انها باش تعطي يعني اون بيل ايماج على الفوتبول، تخيل لي ستاد يعني مهم انه مكان اجراء البنيه التحتيه هي الصح، الملعب لو غازون لافراستركتور ميم ليماج حتى في القنوات، الملاعب التي تتوفر على الامن وعلى السلامه. الجانب الجمالي لكره القدم مطلوب اليوم من جانب لاكاف الفيفا وحتى القنوات الكبيره، لم يشروا ليماج يعني في القدم نذكروا مثلا معليش قناه الكاس مثلا يعني يشروا الدربيات يعني كي يشري الدربي لا كاليتي ديماج باش يمدها لك شابه، وما يحبوش يجوزوا لك دي زيماج فيهم عنف، عنف يعني يعني مشادات، هاد لي زيماج نفروا منهم. حتى حنا لي ماتش تاعنا اللي حب ماتش ما قدروش يكملوا، لو سينال ما كانش، كان الشتاء في سان جويي والغرقه والماتش فسد، ميم دي لا كاليتي راحت. يعني في 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 مجمل القول باش اليوم المشاهد تجرب يشوف مباراه كره القدم لازم تعطي له ملعب للشباب، ارضيه مليحه وعرض يعني عروض كرويه مليحه. صحيح. وجايه ومش قلنا زاويه، الجانب الفني الجانب الجمالي وايضا تكون الروح الرياضيه في ارض الميدان.